يحب الملحون الأندلسي، وكل ما يمت للكلمة الجميلة الرقيقة بمعنى. أستاذنا الشاعر الرقيق السيد حلومي، كل إضافة شكرا. السلام عليكم. سعيد بتواجدي في هذه اللمة الجميلة. أستاذنا نال علينا وشكر اللي وفروا لنا هذا الفضاء، سي الشقوري والجمعية الدراماتيك على رأسها سي ناجي والداعمين اللي جمعوا هذا الشمل ديالنا. لتنويع الطبق المرة الأولى درت واحد البركة ديال الدندنة، نعتبرها حساسية جديدة. المرة الثانية قصائد ديال الشغف ديال الكلية. اليوم وباستشارة مع اللجنة المنظمة حاولت ندير واحد النظرة عودة إلى الوراء أو نفض الغبار على جزء من التاريخ. آسفي لأن آسفي ما تعرفش فقط غير العيطة، كانوا فيه ناس ديال الملحون ديال الأندلسي. إذا بعض الكتابات اللي فيها التوجه واللي كنقراها بزاف خارج آسفي، مراكش، مكناس، فوت، ترداد، سلا إلى آخره. إذا قبلوا عليا، هناك نصين، نص تغيبين اللي كان هو البادرة ولا هو الحافز على التمسك بهذا النوع من الكتابة، والنوع والنص الثاني هو زجلية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة الشهر المبارك، وفيها واحد العصابة أو فيها واحد السرابة. ونتمنى نكون عند حسن ظنكم ونتوفق. إذا غادي نبدا بهاد التغيدينة. ما عرفتش واش نقول التغيدين، هي التغيدين واحد المجموعة ديال الشعراء منهم إدريس بن العطار وإخوان آخرين. كنا درنا واحد النوع من المسابقة، كنحطوا واحد اللازمة ولا واحد الحرة ولا واحد الشطر ولا واحد الاسم للملحون وتنظموا عليه، تنسجوا عليه. كتعرفوا أن الملحون بحال الشعر العربي الفصيح عنده تفعيلة. كاين بعض الشعراء بعض الشيوخ اللي سموها دندانه. دندانه ماشي بمعنى الموسيقى، دندانه بمعنى دندانه، يعني فاعل مفاعل الى فعيله. اذا كيكون قياس ما يمكنش لك تخرج عليه، الا خرج عليه غادي ما غيتغناش. اذا اول تجربه اختارتها بالصدفه هي واحد عاري عليك يا محمد، واحد القصيده ديال الملحون للشيخ محمد الطيب الدباغ. تيقول هوايا نقول عادية ولا نبندنا. أنا الهميم صرت منكد من بعد كنت عايش عيشة رغدة، أنا الصهير يبات مسهل ويزداد روع قلبي ما يهدى. وأقول يعني نسجا على هذا المنوال، بسم الله حلتي ننشد ونتني بصلاة على نور الهدى. نحل التغيدين نقصر بسواكن من عسل الشهدى. حالي حال حال مسكة من بعد الرخاء شفت ضيق وشدة. هامت كنت سارح ما نشد سهيت واليوم ضربت الفقدة. غوايا كان ما يتحب سرجت النفس تابع الكسدة. ليك راه في السماء بلا عمد جيت متايب طالب المجدة. لصحاب على من تعد الحنين فيهم خالف الوعدة. داروا عقراب ظهروا صغر يا ويح من جزره كلبو معرضة. كانوا قراب الخد على الخد غابوا وضربوا ورجبالوا كدا. من قال لي نساهم ما نقد يبوز لي من غربان وحدة. عارف بابك ما يتسد
نسعاك للنضال المدة اعتاب سيدي نتوسل عارك لابنك كيف يا حسدة. هذا النص الأول. النص الثاني غادي نبدأ بالسرابة العصابة عندوز لهوايا. السرابة هي كنت منسوجة على قياس. كاينه واحد السرابة كتقول علاش محبوب خاطري تشفيني، وأنا غادي انضمت على هاد القياس وتنقول وما الخطيب البال لي ما بقى بان لا 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 حيت السرابة أصلا تتغنى مزروبة وما غيسمعوش الإخوان، دونك أنا غادي نتقى علاش نديرها موس ساعة. شكرا على التفاعل. وما القريب البال لي ما بقى بان لا 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 ما الطير يهجر لو كارو الفنان اسمع في خوه شفاه وصلو جنحان لا 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 تركو فيه الهوى كل محان بعد الاموال ففقدته العيان لا 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 رغم الغيبة سكال لي في كلام وإما نشوف تبان لي مرات المزيان باش طل الهام نوقف ذاه الولهان نوقف ذاه الولهان فبهال فتان فات شاب طغران تهلم تيهني لي الغوز لما جاب لي زمان هاي ما مهني بسري واعلان اندو فيه لبان خليتي البصر سات غيبان لا 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 في صراب شباحك ليه تبان غادي جاي فرصة مراق الديبان لا 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 عسات نفتح طرق العيان انحل حالي ضلوعي صارت فغبان لا 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 كانت ناظرة شحابت للوان أمقواني عبرات فيضة سلويدان فالروح والبان منفع فيها جفان منفع فيها جفان ناسي من خاني بان فيها الغوان آية جافي نوبي عليك دار تحليدي قطران يكفاني خلان توبة ناكر الإحسان توبة لكر الإحسان لله العقل الشيطان كفاني مطرقة وسندان أرجع تاني للحظة حلتك للحنان وأختم بالقصيدة اللي هي خلق الرسول هي بني على قياس قولوا لي من تهليل العتماني الأصلية كتقول قولوا لي من تهليل العتماني من يا مينا معاك شرع الله قولوا لي من تهليل العتماني من يا مينا معاك شرع الله أنا زخرفتها شديت كل صدر قسمته على جوج ودرت فيه قافية وكل عجوز درته على جوج ودرت فيه قافية نتمنى يعجبكم وزوقتها بشوية الشكوري تنقول دخلك بيدي خذ يا حبيبي المعبود سيدي بيك اللود مالي فينا نصود ربي بيك العود من بليس المنبود جاي باسمك يا ودود نال داح المحبود سبحان خلق الكون حكمه قل كون هو البادي في بناه ربي سبحانه حيث حمده للسون وكتابه مصيون وحي ينزل من الله على النبي يسمان يا معين كون في العون بك مصعبي هون في القرشي ولا هن مسجد مول الجاه هذه كتسمع روبي او نواعرة او سويرحة ذكرك بالسماء الحسنى كاملة سعود وتسعين يا من بيه الكون سنة نور افتاش قرة العين عاملت عدك بالحسنى سلموا رجعوا لك طيعين خالق كل مخلوق مدحو في القرآن بعظيم الخلوق وكان عظم إنسان امجيه بزغب صروق الكل له ما كان نور لحف الأفوق وبه نار الأكوان كامل بها مرموق عظم عظيم الشان
كل مشمول بشفعته في الختام تجوب الأرض عرض وطول سنة نورها المقام ليك مزل الوصول من غادك الحمام لعنك بنجل طفول مواه الظلام عليه صلى ربي وصلت للاكوع وكل شرقي وغربي في الكون وفي الهكوع سيد النبي العربي ضيلي لفحلاكو وغربي عقلبي لبساني سواكو جاي نطفو اللملي حالي خفر باتو مشطون ومسبي نسعلكو لاكو فيه زاقة الغزال والشجرة حدات الرجال رحمنا يا تواب جهدا بالعذاب كنزي وراس المال به تضرب المثال شفعنا يوم الحساب غدنا من العذاب يقوم ليل وما طال في دعاء وابتهال طاهر شريف الانساب نفتح كل الابواب ونختم الاقوال بصلاة عليه والآل ونقبل العتاب شفعنا يوم الحساب قال الحلو بقال ما قيد مقال اتوبتك يا توار تحت وفوق طراب ولينا اغفر لزلال يوم تبر الحيال ننجو من العذاب يوم ملقك يا رب يا رب العباد شاب نمداح المهتاد ساكن قلبي وكباب هادينا الارشاد هو سلاحي وعتاد الهشم يشفع العباد يفرد به المباد والبلغر مراد وعد يوم